طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. إرادتنا السياسية إرادة قوية، ما نسمح أنه تروح يعني عمليتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا. لا يوجد إصلاح على الإطلاق بدون تغيير الأحزاب الكل وانتخابات جديدة حقيقية ومفوضية انتخابات حقيقية. بالنسبة للانتخابات القادمة أنا ما شارك بها، لأن هاي الانتخابات لا تقدم ولا تأخر، وسويت لنا الانتخابات السابقة حتى تسوي لنا هاي الانتخابات، فماكو فايدة من هاي الانتخابات. ما نسمح إطلاقا ولا يمكن، لو نجيب الناس بالقوة ونقعدهم ها هم نسوي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة عن دور رجال الأعمال والمقاولون في دعم مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة. طبعا مبالغ ضخمة كما هو معروف تنفقها أو تقوم بإنفاقها أحزاب وشخصيات سياسية لخوض الانتخابات في العراق، وهذا ما يتضح في كل دورة انتخابية سواء كانت الانتخابات المحلية أو التشريعية المرتقبة خلال أقل من شهرين. الإعلانات المكثفة التي تبثها وسائل الإعلام بشكل مستمر، والحملة الدعائية في الشوارع، توزيع هدايا ثمينة لوجهاء وزعماء قبليين سعيا لكسب ودهم، وتنظيم مبادرات واحتفالات ومباريات رياضية ومهرجانات وغيرها، العديد من الفعاليات التي تصب في الدعاية الانتخابية للحزب أو للمرشح، جميع هذه الأشياء تنفق عليها مبالغ طائلة وتنتشر في جميع مدن البلاد. طبعا تتجه باستمرار أصابع المواطنين وتتهمهم بالفساد الذي من خلاله تمكنوا من جمع مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على دعايات انتخابية لهم ولأحزابهم ولأتباعهم. تشير مصادر تحدثت لصحيفة العربي الجديد إلى أن أغلب المرشحين وكبار السياسيين لا ينفقون على دعايتهم الانتخابية، وأن هناك من يقف وراء ضخ المال للحملات الدعائية. من هؤلاء؟ سوف نتعرف عليهم. يعني على سبيل المثال، هناك تاجر عراقي كشف للصحيفة بأن من يمول العديد من الدعايات الانتخابية في العراق هم تجار وهم مقاولون، تربطهم علاقات مع سياسيين وكتل حزبية، والغاية من هذا الدعم هو حصولهم على عقود تجهيز ومقاولات مستقبلا من الشخص الذي تم دعمه. تاجر عراقي يدعى محمد العبيدي مقيم في اسطنبول، تحدث للصحيفة بأنه سبق لي أن حصلت على عقود تجهيز لمؤسسات حكومية من دون أن يفصح عن نوعية المواد التي جهزها، لكنه أكد بالقول كنت أحصل على العقود من خلال علاقاتي بأحد أحزاب السلطة، رافضا الكشف عن اسم الحزب. هو أضاف بأن الأمر ليس سرا، يقول جميع العقود والمشاريع تحال لمستثمرين وشركات ومقاولين وتجار مرتبطين بأحزاب وشخصيات في الحكومة، وهناك شبه أو نسبة تدفع لهذا الحزب أو الشخصية الحكومية. يشير إلى أنه من صالح هذه الشركات والتجار والمقاولين أن يفوز في الانتخابات من تربطهم به علاقة من السياسيين. إذن نتحدث في هذه الحلقة عن دور رجال الأعمال والمقاولين في دعم
مرشحي الانتخابات القادمة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو خالد من بغداد. تفضل أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ولكل كادر الرافدين ولكل مشاهدين الرافدين ولشعبنا العبي الغيور الشجاع. وعليكم السلام. اسمح لي سيدي. تفضل. كي نوضح لشعبنا، نحن قادمون على الانتخابات. نعم. فعلى شعبنا أن يفهم. يوجد هنا يا رجال أعمال وتجار وجلك الله سماسرة لدعم المرشحين. نعم. فعلى شعبنا أن يفهم وأن يقع وأن ينقد نفسه بنفسه. فأسمح لي سيدي بالرسالة اللي أوجهها لشعبنا. نهيب بشعبنا الشجاع بكل أطلافه عليه أن يفهم أن المحتل عندما يحتل بلد ليس من أجل الإصلاح والعمران، بل يسعى للتدمير إلى الأبد، وهذا الذي حصل في العراق، ويسعى لنهب خيراته ويجعله تابعا له ليكون بلدا متخلفا من جميع النواحي، وجعله مستوردا كل ما يحتاجه وغير قادر على معالجة نفسه صحيا وتعليميا بتفوت ما تسمى بحكومة، وليس من أصحاب الكفاءات والاختصاص، وليس ولاءهم للعراق. لذا نهيب بكل أهلي في العراق بكل أطلافه أن لا يخرج إلى الانتخابات، وإن كان لابد فعل عليه أن يضع علامة أكس ووضعها في الصناديق، لأن الأسماء عدت مسبقا من قبل ملالي طهران. أما شعب إيران فإنه شعب رافض حكام الملالي وهو جار لنا، وأعلموا أن ملالي طهران والولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة هي الدين الدليل لإسرائيل. ونشكر الذين يسعون لتدمير الإسلام في المنطقة، ونشكر الله الذي أخمج الفتنة بين شعبنا، وما علينا إلا أن نسعى لإخراج هؤلاء من بلدنا الجريح. في الأيام القادمة إن شاء الله حبلى بالبشار بالنصر الكبير إن شاء الله، وعليه فأوصي كل أهلي في العراق في المحافظات الجنوبية في الفرات الأوسط في الشمال في الوسط في الغربية أن لا يخرجوا للانتخابات، لأن الأسماء ترى أعدت أن خرجوا، وأن لم يخرجوا فالأسماء أعدت وسيرون. لا يخرجون بس راح يشوفون الأسماء اللي تحصل على كذا أرقام بالفوز. نعم. طيب أخنا ما خرج للانتخابات، هاي الأرقام اللي طلعت بالفوز منين جتي؟ راح يفهم شعبنا أنه الأسماء أعدت، فعليه أن يخرج، وأن خرج أن يضع علامة عكس ويوقع بالصناديق الاقتراح، وراح يشوفون بروح ونقسم بالله ورب العرش النصر قريب وآتينا بين أيدينا إن شاء الله. وسلام لكل أهلي في الجنوب في الفرات الأوسط في الشمال في الوسط في الغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو خالد من بغداد كان معنا. طبعا هذا التاجر أضاف بأن الحملات الدعائية العملاقة وصفها بالعملاقة التي تشهدها البلاد في كل فترة انتخابية في أغلبها تمول من قبل تجار ومقاولين وأصحاب شركات، ففوز هذا السياسي يعني فوز الشركة الفلانية، وفوز سياسي آخر يعني فوز المقاول أو التاجر الفلاني، وهكذا كما يقول. طبعا دفعت مصالح أصحاب رؤوس الأموال المنتفعين من وجود سياسيين بعينهم في السلطة إلى أبعد من دعم الحملات الانتخابية، هذا ما أكده مصدر سياسي مطلع، حيث يقول بأنه كان شاهدا على مشاجرة بين سياسيين وصلت إلى العراق وإلى إطلاق النار في الهواء، بعد أن اشترى أحد هؤلاء السياسيين تسلسل رقم واحد في قائمة انتخابية. السياسي طبعا يتحدث وهو طلب عدم الكشف عن اسمه حرصا على حياته لصحيفة العربي الجديد،
قال بأن من يدفع ملايين بأن من يدفع ملايين الدولارات لدعم سياسي سعي للحصول على مقاولات وعقود بطرق فاسدة فإنه يقتل أيضا، يقول: وأعرف مسؤولين تم تهديدهم لمجرد أنهم تحدثوا للصحافة عن مشاريع فساد. تحدث هذا المصدر عن مشاجرة وقعت مؤخرا وتناولها الإعلام المحلي، وصلت إلى حد الاشتباكات بالأيدي وإطلاق العيارات النارية بين أعضاء في البرلمان من محافظة ديالى، يقول: بسبب التسلسل رقم واحد في القائمة الانتخابية التابعة لكتلة ائتلاف الوطني. هذا المصدر تحدث بأنه بحسب الاتفاق كان تسلسل رقم واحد في محافظة ديالى من نصيب حزب الوفاق، وذهب للمرشح حسن الجبوري، لكن ما جرى بأن المرشح رقم سبعة وهو رعد حميد كاظم الدهلكي التابع لحزب الجبهة العراقية للحوار الوطني اشترى التسلسل رقم واحد بمبلغ مليون دولار، وعلى إثر هذا الأمر نشب نزاع بين المرشحين وهم بالأساس أعضاء في مجلس النواب. تابع: لكن ما لا يعرفه سوى هؤلاء المرشحين والمقربين منهم بأن تاجرا هو من دفع مبلغ المليون دولار للمرشح الجبوري لكي يتخلى عن التسلسل رقم واحد للمرشح الدهلكي. وقال: كثيرون غير يعلمون من هذا التاجر والعلاقة التي تربطه برعل الدهلكي، لا سيما أن الدهلكي يشغل منصب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، وهذا التاجر هو من يجهز السلة الغذائية للمهجرين. هذا التاجر يجهز السلة الغذائية للمهجرين. طبعا هو هنا هم يثار تساؤل: التجار المقاولون أثرياء العراق يعني صراحة كان تواجدهم ضعيف جدا في مسألة دعم النازحين في المخيمات، دعم النازحين في المخيمات، واليوم هناك منهم طبعا وليس الكل طبعا لا نستطيع الجزم بهذا من يدعم نفس المرشح في البرلمان لكي يحصل بعد فوز البرلماني على عقود ومقاولات. في كل دول العالم أو أغلب دول العالم رجال الأعمال لهم تأثير على الحياة السياسية والعملية السياسية في العراق، وهذا معمول به في دول متقدمة، إما أن يحصل على منصب سياسي أو يحصل على ضمانات لحصول على مقاولات من قبل الحكومة، هذا أمر طبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول ككوريا الجنوبية وإلى آخره. ولكن بالأخير يقوم هذا التاجر وهذا المقاول ببناء وبتجهيز إن كان للدولة أو لخدمات للمواطن، ولكن إحنا من العام 2003 ولغاية الآن ويتحدث الكثير من المواطنين على شاشات التلفاز بأنه يأتي مقاول يقوم بتبليط الشارع، يجي مقاول ثاني يرفع التبليط بالشارع ويعمل تبليط ثاني، ويجي ثالث، وهكذا. فعملية فساد، تدوير عملية الفساد بين هؤلاء المقاولين التابعين للسياسيين معنا أو لهم علاقة مع السياسيين. معنا اتصال أبو ياسين من ديالى، تفضل أبو ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ عمر وحيا الكاد المحترمين. أهلا بك أخ عمر. أرجوك من تقاطعني خليني أرد على المقاطعة، مو راسل تصرف لي. قال من أتحدث أتحدث عن فاسدين إن كانوا شيعة أم كانوا سنة، أما الشرفاء ولا قدوة وتاج على الرؤوس. يا أخ عمر تفضل. أنا اليوم أتقدم بالرحمة والمجد والخد لشيخنا الجليل الدكتور الراحل حافظ سليمان الظهري، لأنه في تاريخ 2012 هو رد بخطاب على مجزرة سوريا الشعب السوري. فأنا ألف تحية لمن يقتدي بالقدوة الحسنة الدكتور حافظ سليمان الظهري، وهو كان رأس الصواب. أخي انتخابات ما قال التعيين إيراني أمريكي، بس أنا أعتب على أذنابهم أهل السنة الفاسدين من السياسيين اللي يتبعون هؤلاء الفاسدين. جذر وقتل بأهل السنة إيش عمل يستعمل عدا؟ هذا القتل من الفئة السابق اليوم قتل بأهل السنة واضح العيان. تسمع أعضاتي مدة على بكرة تبيها ما بقى إلا المنافقين وأتباعهم. احنا محاربين اخي انتخابات، هذول جاي يفتح اليوم اهل السنه جاي يدعمون النازحين، جاي يدعم ابتجاج للطبقه البيض، لو كاب لو بطانيه على مدياخ الصوت على مدي زيد بس لنا. وشوفوا عينكم المنافقين من
الاتحاد والطبقية والحزب الإسلامي الفاسد اللي هو أفسد من حزب الدعوة، مثل هذا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وعمار يوسف اللي كان يدزل تركيا ناس منافقين مثل يدزهم يدعموا يدزهم سفارة تركيا وزعوا انتجات على مود يستخبونه. أخي ماكو عملية ناجحة تقبل الله العظيم. الآن صناديق الناس تروح تنتخب تقبل الله قبل بالشاف تجي صناديق مسلفنا من إيران متعين وهذا الكذاب وكذابهم رد الأبواب العبادي. لا حد يترجى أخي عمر من حزب دعوة عميل دموي إرهابي أنه ينقل شعب. هذا شفته وشفت عندكم هذا عمار لا حكيم شفته هذا وصله ذبحوه ثانية وذبحوه أحد علق أحد رد من رد على عمار يعرفون عنوانه القتلة هو عنوانه يم 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 يا عمار ما حد سأل ولا حد قال أخي عملية فاشلة. نعم عمر يعني أبو ياسين إحنا نتحدث عن دور رجال الأعمال والمقاولين في دعم الحملات الانتخابية، وهذا الموضوع ليس بجديد. حتى يحصل المقاول والتاجر على تسهيلات وعلى يعني يحصل على تراخيص لتنفيذ مشاريع في الحكومة القادمة أو الحكومات السابقة. أنت برأيك قدم بس تسمح لي بس إذا تسمح لي أكمل تساؤلي أبو ياسين إذا تسمح لي يعني إيش قدم هذا رجل الأعمال أو المقاول من خدمة فعلية على الأرض في العراق؟ يعني أوكي هو دعم رجل أعمال ووصل هذا العفو دعم السياسي من قبل هذا رجل الأعمال ووصل هذا السياسي إلى المنصب وحصل المقاول على 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 نسبة أو حصل على على مشروع لتنفيذه، لكن على الأرض وهاي بغداد مثلا على سبيل المثال نجي على المجاري فاضت بغداد مطرت كم يوم فاضت بغداد هاي العاصمة. نعم أبو ياسين أخ عمر هو السياسي الفاسد يروح على المقاول الفاسد مثله وهذا الفاسد المقاول يجيب له أصوات. هسه نحن نبدي على قام الجمهور سياسة مال سبويس دعم الانتخابات أخي وبالمناسبة خلي أنا أصير لكم في الموضوع وأنا مسؤول عن كلامي. هسه الميليشيات اللي تتجول باسم الحشد اللاشعبي على انتخبوا كذا وكذا ويصيحون بالجوامع لموا البطائق مال انتخابيه وباكر عقب انا مسؤول على كلامي راح تروح الناس تنتخب من المسؤولين على الواقفين على الصناديق هم من الحشد بعدين من يفصلون اصوات بالليل يصيحون قائمه قائمه شوف من ما منتخب. هذا جرام اخي تهديد بالسلاح واضح العيال مقاولين ولا حشد شعبي ولا كذا كلهم ناس مدفوعه لايران ومصيرها لايران وهاي قراراتهم وبياناتهم اللي جايين بها يوميا بيان جديد يستطيعون عن البرلمان هو ترى المستفيد الاول منه هو حزب البعث نيت لانه اصبح حزب البعث اشرف منهم وتاج على رؤوسهم فهذا ما يهمهم حزب البعث من جايين بيطلع بيان انه الشعبي انه حزب البعث هو اشرف من حزب الدعوه والحزب الاسلامي هاي الجاج كلها من ايران هذا هادي وغير هادي والخد علي هذول الزوز الشرذمه اللي جاب الزعبلي وهذا العاملي والفيض كلهم كانوا خدم كانوا يقتلون خسر لك في السالفه اخ عمر الجند من ينزل مجاز بالبصرة يصعد بالمشاهد مجاز بسلاح يصعد بالمشاهد يا مرة رجال اكو مناطق محدودة ينتظرون انه راح يعرفون انه راح يحب الدعوة متلقينه يسلبونه ياخذون منها فلوس هذا اقول له الله ياك مناطق ما ابغى اقول لك الشعب الاطراف ما يدعون بالمجاهدين هم اهل الاهوار منافذ عندهم على الشلامسه وغير الشلامسه نعم ابو ياسين والساده والعزيز نعم أشكرك أبو ياسين من ديالى كان معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمر؟ أهلا بك حياك الله. تحية لك يا عمر تحية القناة الرافدين أو تحية الكادر القناة تحية المتصلين كلهم والمشاهدين. الله محييك. ما يجري بالعراق هو عمر هو لا يوجد حكومة بالعراق هي كلها عصابات تابعة للخميني وبما فيهم العداد هو تابع لإيران بس هو يستخدم التقية. يستخدم التقية وكلهم فاسدين إذا لم يتحرك الشعب العراقي يطيح بهذه العصابة العصابة التابعة للخميني اللعين هذه هي سبب مشكلة العراق والشعب العراقي إن شاء الله سوف ينهض يعني 15 سنة من المعاناة كل يوم كما يقول هذا الموفق الربيع مثلا على قناتكم المحترمة يقول نجيبهم بالقوة نحط يعني الشعب العراقي يستهزيه للدرجة يعني وتحية لك وتحية للمشاهدين كلهم حياك الله وفيصل من السعودية كان معنا. طبعا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وباستلام
رسائلكم عبر خدمة الواتساب، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا في كل دعاية انتخابية تكون بالدرجة الأولى المناطق الفقيرة هي المستهدفة، وشاهدنا ما حصل في الانتخابات السابقة وحاليا من توزيع بطانيات، توزيع صوبات، كروت شحن، وصل الحال إلى توزيع دجاج مشوي، إغراءات بالتوظيف أنه هناك وظائف وإلى آخره. فالمناطق الفقيرة تكون دائما مستهدفة بالمقام الأول في الدعاية الانتخابية من قبل السياسيين. معنا اتصال وليد من بغداد، تفضل وليد. السلام عليكم سعد عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك والكادر القناة ولكل المشاركين. حياك الله أخوي الكريم. بالنسبة للأحزاب اللي حكمت العراق، من حزب البعث، حزب البعث حكم العراق بالنار والحديد والقتيل، وعلى هذا أبو ياسين يعني يقول يعني كان الجند العراقي، صراحة نتحدث عن الأمر، كان الجند العراقي يجدي في جراج النهض العلاوي وما عنده فلوس يذهب إلى من المعسكر إلى بيتهم. إيه هاي بالتسعينيات بالحصار. وكان النساء تجدي في الشوارع. نعم. والرجال يجدون، واحنا العراقيين يعني حتى نقولها ويسمع العالم كله، احنا كنا ناكل محروق صبعه وهو الاكل العراقي المشهوره بالحصار على العراق، اللي العراق كل عراقي دخلت هي الخبز الياب معروف. وليد وليد وهذول كلهم وليد معروف ايام الحصار وما ذكرته والمأساة اللي مرت على العراق. احنا اليوم نتحدث عن دور رجال الأعمال والمقاولين بدعم السياسيين في الانتخابات، دعمهم بأموال طائلة، ملايين الدولارات، يعني إذا رقم تسلسل تم شراءه بمليون دولار حتى يبيع المرشح الجبوري للدهلكي رقم واحد يبيعه بمليون دولار، وأضف إلى ذلك ما يتم توزيعه على شيوخ العشائر، على الوجهاء إلى آخره، ملايين تصرف على البلد من خلال، طبعا هاي عدا ملايين السياسيين اللي عندهم، احنا نتحدث عن الملايين التي تصرف من قبل رجال الأعمال والمقاولين. شنو رأيك بها بهذا الموضوع وليد؟ وليد انقطع الاتصال مع وليد من بغداد. طبعا أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا لحضرتك وقناة الراشدين والقادر. بالبداية سعد عمر نعزي أنفسنا والمسلمين وعائلة الراحل الشيخ المجاهد حارث الضاري، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. آمين. وللأسف الشديد أستاذ عمر أكو ناس ضعفاء نفوس، الله نطاهم سبحانه وتعالى أكثر مما يستحقون وما مكفيهم. نعم. بيريد أكثر وأكثر ويتفق مع أحد المرشحين أو عدة مرشحين أن يمول حملته الانتخابية، ومع الأسف والله نقول مع الأسف يريد يستفاد هذا الناخب بعقود ومناقصات، وما يهمهم إذا كان هذا النائب فاسد أو مو فاسد، المهم عنده هو أن يستفاد منه. نعم. ونسى ملايين الناس المحتاجة وملايين العاطلين. يعني أتمنى من الشعب والله، يعني هاي أمنية، أن يقاطعون الانتخابات، لأن ما راح يستفادون
لا من الحكومة ولا من البرلمان. كلهم عندهم مصلحتهم ومصلحة عوائلهم أهم من مصلحة المواطن. وإذا الناس تقول إذا قطعنا الانتخابات راح يمنعون عنا البطاقة التموينية، والبطاقة التموينية مثل ما تعرف وهي وين هالبطاقة التموينية؟ وهي فارغة، هي بالأساس هي فارغة، بس نعم. يقول لك يعني معاملات إذا أريد أروح أراجع راح يطلب مني البطاقة التموينية. أنا والله اقترحت قبل فترة هم من خلال تقصد يطلب من عند البطاقة الانتخابية؟ البطاقة الانتخابية نعم. هاي إذا كانت موحدة صارت نعم. البطاقة فأتمنى يعني ما يخالف روح شارك بالانتخابات، أخذ البطاقة الناخب مالتك، اكتب عليها حرف أكس باللغة الإنجليزية يعني بخط كبير، واكتب كلكم فاسدون. مو أنت هم خليها ببالك، إذا الناخب راح وضع هذه العلامة، هذه الورقة ممكن أن تستخدم بالتزوير، أنها يعني تصير وتصبح لي قائمة انتخابية قوية في تلك المنطقة، أنه إجا هذا المرشح ورشح لهذه القائمة حتى إذا وضع عكس. يعني حتى بهاي الطريقة هم ما بيها مجال، سبحان الله. يعني وين يعني شو بده يسوي بعد؟ نعم. زين احنا هم بنفس الوقت نتمنى أن أكو يعني ناس من الدول الأجنبية تيجي تشرف على الانتخابات. ما أشرفت قبلها على الانتخابات يعني الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وما شاء الله النتائج طلعت مثلا بعدها بفترة قصيرة، والحكومة ورا سنة أو سنتين يلا تشكلت. إذن أستاذ عمر بهيج حالة المواطن يقاطع الانتخابات، ومني راح يقاطع الانتخابات راح يضرب عصفورين بحجر، الشخص اللي يرشح نفسه والشخص من الذول اللي دعمه حملته الانتخابية. نعم. يعني إذا نهاها هاي هي بعد، لا هذا مستفاد ولا هذا مستفاد. نعم. وأنا هم بنفس الوقت أريد أسأل أهل السنة اللي استفادوا من البرلمانيين خلال 3 دورات سابقة، شنو اللي استفادوا؟ ملايين النازحين والمهجرين. ومن تبدأ الانتخابات يعني حتى إذا ماكو مراقبين دوليين، حتى إذا ماكو أحد، أنت ما راح تروح. نعم. أنت راح تنهي على هالانتخابات هاي وترتاح وتشوف ربك سبحانه وتعالى شلون راح تصير الامور. نعم. وبعدين العراق يعني سبحان الله قادر خلال العراق من الناس الكفاءات العلميه اللي يستطيعون ان يقودون. نعم. البلد البر الامان. قاطع الانتخابات اخي المواطن العزيز. نعم. وانهي هاي الحكومه الفاسده، واذا فشلت الانتخابات ثوره عارمه ضدهم وازيحهم من الاساس. نعم. هاي. أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. عاود الاتصال معنا وليد من بغداد، تفضل وليد. ألو. تفضل وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر أريد أكمل شكرتي يعني فضل. أنه العراق ما حد من الأحزاب اللي حكمت، ماكو واحد شريف حكم العراق، لا حزب البعث ولا هذه الأحزاب الإيرانية الصفوية التابعة تأخذ أوامرها من قبل أمريكا وإيران، كلها أحزاب عميلة. وهذول السياسيين اللي هسه يعني بغداد بدأوا يفتحون مكاتب لل يعني الأنفسهم يقدمون لكل شخص. نعم. انقطع كذلك الاتصال مع وليد من بغداد. أبو عارف من بغداد من بابل عفوا يقول في رسالة على الواتساب بأنه أخي عمر الفائدة من دعم التجار وأصحاب الأموال لنواة في حملاتهم الانتخابية هي متبادلة، فما ينفقه التجار اليوم لدعم نائب فاسد سيستعيده غدا بمشاريع وصفقات من نفس النائب. ليعرف العراقيين أن كل نائب مدعوم من تاجر أو مقاول فهو فاسد وسيسرق أموال الشعب هو ومن يدعمه، وهذا السيناريو ينعاد علينا كل 4 سنوات، لكن الظاهر الشعب يمتلك ذاكرة سمكة وينسى هذه الأفلام والمسرحيات الهزلية والمملة. معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي على قناة الرافدين. حياك الله، أهلا بك. والرحمة على روح الشهيد حارث الضاري الله يرحمه. آمين يا رب. أخي أولاً التجار والمقاولين وهؤلاء السياسيين، هؤلاء واحد يصب للثاني ينطي فد مبلغ من الفلوس بحجة عمر أمام العالم، يقول له لزق شو ما كان والباقي نتقاسم بالنص، هاي انتهينا من يمين.
واريد ارد على اخي وليد. انا احييه طبعا وليد. نعم. اقول له اللي خلاك تاكل محروق صبعه هؤلاء السياسيين اللي كلهم كاتفوا امريكا واسرائيل وطبقوا ويا ايران على العراق، وخذ لك رجل من التسعين سنة 90 كل الدول محاربة الأجنبية والدول العربية، وأنت عايش بأمن وأمان والجيش ياخذ رواتب ويعني وخير من الله، يعني حتى ما عندنا أمراض ما انتهينا من يمها. أخي أولا أنا حييك ونوبات يطلعون لقاء مثل العبادي والمالكي وعمار الحكيم. نعم. أقول لهم أنتوا هم عندكم ألسنة وتحكون على العراق راح نسوي وراح نبني وراح نبلط، مو العراق صار 15 سنة. نعم. زين أبو ياسين، هذا نعم. هذا المقاول والسياسي من يدعم سياسي ويقوم بدعمه بالأموال، وهذا السياسي متهم أصلا بصفقات فساد ويكمل مسلسل ومسرحية الفساد، هذا هم شريك بسرقة ونهب أموال الدولة. طبعا هذا عدا أنه المقاولة اللي راح يأخذها لن تنفذ على الوجه الصحيح. نعم أخي، هو المبلل ما يخاف من المطر. يقول لك كان هو يعني الغايب والحاضر يدرون بي أنا أبوك، خل فرد نوب، يقول لك إحنا شالعين شالعين، والتاجر كذلك نفس الشيء. فأخي أرد أكمل كلامي. نعم. أرد أقول لهم أنتوا إجيتوا للعراق على ظهر الدبابات، دخلتوا للعراق عندكم عجيبة من جمال العراق ونظافة وثرواته ومنور من كل المحافظات، أكو شيء بالعراق ما خربتوه، المعامل قعدتوها، والأراب الزراعية ماكو مي ماكو لوثتوه، البشر قتلتوه وشي قتلت عقولهم من حب العراق إلى حب إيران، وكلها وكل تصرفاتكم مسيئة وتشويه سمعة العراق. قل لي أي قرار انطوه من 15 سنة لصالح العراق والعراقيين، يطلع لقاء على التلفزيون يقول هذه الخطة الأمنية وراح نباشر بها، وهذه الحكومات والأحزاب أخي كلهم بدون استثناء جايين للسلطة من أجل جيوبهم ومن أجل ونست عوائلهم من أجل تمزيق لحمة العراق وتمزيق لحمة العرب. أخي هؤلاء الحكام الآن هم والميليشيات حاقدين على العراق يعادل كره إسرائيل وإيران وأمريكا على العراق. شوف هسه الحكومة والميليشيات تتعامل مع المواطن العراقي وبكل إساءة أدب وبكل حقد، يعني هسه دعنا من يعني المالكي والعبادي وعمار الحكيم وغيرهم، هؤلاء الجنود يعني أكو ناس تعرفهم قبل 2003 ناس فخرة وكانوا عسكريين ويتكلمون بالروح الوطنية، إيش فيكم هسه صرتوا خدم للمحتل؟ والله عيب عليكم وعيب، وهذا عار عليكم دنيا وآخرة أنتم وعوائلكم. نعم. بس إن شاء الله أخي العراقي يرجعون يقودون أهله الوطنيين، وأنا أشكرك أخوي. شكرا أبو ياسين من بغداد كان معنا. يقول أخي عمر كل الذين في الحكم في العراق الآن وكل النواب وزعماء الميليشيات والأحزاب هم فاسدون يبيعون كل شيء، هم أصلا يحاولون ابتزاز أي مواطن يملك المال، وبالتالي يساومون رجال الأعمال الفاسدون من أجل تمويل الانتخابات أو يقومون باختطاف أو قتل التاجر أو تهجير التاجر خارج العراق إذا رفض التاجر تمويل السياسي. يقول السلام عليكم أخويا، هذه الحكومة تطرب على الغريب كما يقول كلها إيران. يقول أبو زين العابدين الميال من النجف، يقول السلام عليكم، بالنسبة للانتخابات احنا العراقيين عرفنا بعد ما يضحكون علينا إن شاء الله ذول الفاسدين بعد ما يوصلون للحكم حكم العراق برجال شجعان وأمناء، ولكن سيد عمر الأخوة العرب المتصلين خلي يكرمونا بكلام طيب وكلام جارح، وإحنا بين شون بين إحنا العراقيين، ها المسألة بين إحنا العراقيين أخوة. في رسالة أخرى أبو حسام النعيمي، أبو حسام النعيمي من بغداد، تحية لحضرتك أستاذ عمر ولكادر القناة. الحل الوحيد لإفشال الانتخابات هو مقاطعتها من قبل أبناء الشعب العراقي، لأن نتائج الانتخابات القادمة إذا شارك فيها الشعب تنذر بكارثة على العراق، وخاصة بوجود الميليشيات وقادتها. يعني أعزائي المشاهدين أرجو من مرسل الرسالة أن تكون الرسالة قصيرة، هناك رسائل طويلة صراحة لا نستطيع قراءتها نصف صفحة أو صفحة أو أكثر.
نأتي على المناطق المستهدفة كما أشرنا قبل الفاصل، دائما ما تكون المناطق المستهدفة في الدعايات الانتخابية والشريحة المستهدفة هي الفقيرة. يعني على سبيل المثال نأخذ في مدينة الصدر، يتحدث سعد الكناني وهو من سكنة المنطقة، يقول إنهم بدأوا باستقبال وفود من عدة كتل سياسية وعلى رأسها حزب الدعوة والتيار الصدري وتيار الحكم الجديد، محملين بوعود كبيرة بإصلاح الواقع الخدمي المتردي، وتحدث بأن شوارع المنطقة تصبح بحيرات بمعنى الكلمة بسبب تراكم مياه الأمطار كل شتاء وعدم وجود شبكة مجاري صحية خاصة في المناطق الزراعية التي بدأت تشهد توسعا سكانيا كبيرا، ويضيف بأن طلباتهم من هؤلاء السياسيين ليست كبيرة، فهم لا يرغبون سوى في إصلاح المجاري ورفع أطنان النفايات المتراكمة والتي أصبحت مصدرا للأمراض والأوبئة، وترميم المدارس وتحسين مستوياتها، لأن ذلك كله من مستلزمات الحياة الكريمة التي يفتقدها العراقيون، لكن شيئا من ذلك لم يحصل أبدا على حد قوله. بشهادة السياسيين وبتصريحات للسياسيين اليوم البطاقة الانتخابية تنباع. يعني مثلا على سبيل المثال قبل أسبوعين تحدث أحد النواب بأن في محافظة في الرمادي فقط تم بيع أو شراء 50 ألف بطاقة انتخابية. يعني هم لو كل بطاقة انتخابية ب100 ألف، يعني قد تسوي لها 50 ألف؟ يعني مبلغ كبير جدا. إذن هذا السياسي مدعوم من قبل تجار ومن قبل مقاولين حتى يحصلون فيما بعد على مقاولات. معنا اتصال معنا أم محمد من السليمانية. تفضلي أم محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. السلام حضرتك وللقناة والكادر هي. أستاذ عمر، هي هاي صحيح لما دا يشترون، لا دا يشترون هسه وصلت البطاقة إلى 75 دولار وصلت هسه البطاقة مع الانتخابات. دا يشتروها هسه من الناخب، يعني نطاها بالتلفزيون وكلها دا تحكي البطائق، والله احنا بعد ما حد استلم، هنا نروح نستلمهن ان شاء الله. اي قالوا دا يشترون البطاقة ب 75 دولار، بس هي شنو ال 75؟ انا بيع صوتي وبصمة اصبعي ب 75 دولار، المن من هو من اللي يستاهل؟ والله مو ب 75، لا يقول لها ساعة يطيش نص دفتر وانطيني بطاقتك. لا والله، هي يعني عندي مجموعات البطائق مال الانتخابات، كل ما تصير انتخابات استلمهن واضمهن. استاذ عمر ما بيعهن، ليش ابيع صوتي؟ هو شو مسوي للمسؤول؟ والله عيب عليك. يعني هسه هم طريقة اخرى، مثلا صار لهم قبل شهرين او ثلاثة يعطي راتب للناخب المرشح، يعطي راتب للناخب الفقير مثلا، يقول له انا احسب لك كل شهر 100 دولار على 5 اشهر. فالفقير يقول لك انا اخذ ال 100 دولار وانتخبه. شنو رايك بهذا الطرح او هذا اللي موجود على والله الأرض؟ هذا غلط. هذا غلط، كله غلط، هذا كله غلط. حتى لو ينطموا 100 كل شهر 10 ما اسوي عليه، ما انتخبه، ما اقبل بهذا الشروط. هاي خيانه وغلط، والله ينتقم من عندهم هاي فلوس الشعب، دا ينطوها ودا ينتخبون نفسهم، ينطوها للعالم، يعني ينطوا الرشوات ودا ينتخبوهم هاي فلوس الشعب. استاذ عمر هاي كلها خيانه، زين، وما انتخب كل احد، صدقني. هي انهم بطائق الانتخابات عندي موجوده، ما انتخب احد لو تطبق السمع على الارض، لو شقد يردون ينطوني ما انتخب احد، لا انا ولا عائلتي. زين ام محمد، المقاول رجل الاعمال ماشي، هو من حقه يريد ينمي تجارته وينمي مشاريعه. اوكي، خلينا نفترض انه خلي يدخلون هم مثلا في قائمه بدل ما يدعم السياسي الفاسد اللي صار له 15 سنه على صدور العراقيين، خلي هو يرشح او يرشح غيره مثل ما نقول، هذا افتراضا طبعا، ويتم تنفيذ مشاريع فيما بعد، مشاريع حقيقيه للشعب إذا هو يريد يحصل مشروع من الحكومة. يعني ليش أني إذا هو يدعم السياسي فاسد، هو يأخذ المقاولة والمقاولة لا تنفذ بشكل صحيح، يأخذ مثلا على المقاولة 10 مليون دولار، يصرف من عندها مليون دولار وتسعة يخليها بجيبه. نعم، ليش ما هذا يصير؟ يعني هناك مو بس السياسيين شركاء بتدمير البلد،
هناك تجار ومقاولين ومعممين ومتدينين وشريحة واسعة في فئة العراق. واسعة، والشيوخ ده تجمع العشائر مالتها، الشيوخ ده تجمع العشائر مالتها تقبل فلان، والمقاول يجمع وينطون فلوس، بس هذا كله غلط أستاذ عمر، هذا كله غلط. نعم. أنت ليش ما ليش تعطوهم بوقت الانتخابات؟ انطوهم بحالات يعني بالوقت الصعب، انطوهم خلي يروحون يدعمون هذول الفلوس، خلي ينطون هذول النازحين اللي قاعدين بالخيام يغربون بالشتاء وبالصيف يقتلهم الحار. نعم. زين يعني هي شو تسوي؟ حتى لا ينطي، ايش قد ينطي؟ خمس ورقات مال خمس اشهر هي شنيه؟ وهو عيب عليه، هو حتى عيب على المقاول يدعم واحد مسؤول. استاذ عمر مثل ما تقول احنا حتى لا يجي واحد راح يريد يشتغل بالبلد ما يخلوه يشتغل، استاذ نعم. عمر ما يخلوه، اذا يشوفوه يعني يشتغل بالبلد ما يخلوه، يقتلوه راسا يختالوه ما يخلوه، لازم يخش واحد فاسد وياهم. نعم. يجيبون واحد مثلهم. أنا أشكرك مثلهم. شلون هم فاسدين؟ نعم. أنا أستاذ محمد المسلم أنا شكرا لك. معنا اتصال آخر أبو محمد من صلاح الدين، تفضل أبو محمد. أخي عمر أهلا بك. رحمة الله وبركة، أحييك وحيي المشاهدين الكرام. حياك الله أخي. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أريد كل أخ وكل أخت بالعراق أن ترجع لهاي الآية الكريمة وتنظر إلى تفسيرها، ماذا قال الله سبحانه وتعالى على الذين ظلموا. نعم. وإذا سأل كل شخص بالعراق من شماله إلى جنوبه، نعم، إذا أقول له اللي يحكمون من السياسيين ومن ولاهم ومن اللي يدعمهم من التجار، أليس هم هؤلاء ظالمين؟ فإذا لازم ولا بد أن نمتثل لقوله تعالى: ولا تركنوا، أي لا تميلوا، لا تميلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم. وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم يا أخي العزيز. لا بالعكس. أبو محمد من صلاح الدين كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. أستاذ عمر، أي انتخابات خلي ينطون حقوق العالم، أنا دا حاجيك مدرس. نعم. صلحنا الدور الأول، موصل إلى حد الآن لم نختلف بجهور التصحيح. صلحنا دور الثاني، دور أول موصل بغداد وكركوك لم نستلم بجهور التصحيح. صلحنا دور ثالث إلى حد الآن لا مراقبات ولا فلوس تصحيح. يا أستاذ العزيز، أي انتخابات خلي وزير التربية بحقوق العالم، كنا برمضان صيام ونروح نصحح، ما يقول هذول خطيئة نعطيهم حقوقهم، صارنا سنة كاملة فلوس التصحيح ما منطينا إياه. أي انتخابات؟ أي إنهم طلعنا أسماء 4000 وما دشكت كسر أعضاء ما دش، شنو دربهم هذول؟ أنت سوي حص إن البلد أهتم، خلي البلد يكون ولا تزر وازرة وزر أخرى لناس، إذا غطى أنت تكون أفضل الوقت الحاضر، كون أنت الأحسن، كون أنت اللي يخدم البلد، تأكل بيهم أنطيهم رواتبهم، شنو طلعت؟ نعم. خاطبت الوزارة أستاذ أبو عمر، انقطع الاتصال يبدو مع الأستاذ أبو عمر كان معنا من بغداد. نصير من ديالة، تفضل نصير. نصير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شلونك أستاذ عمر؟ شلون صحتك؟ أهلا بك، حياك الله. أحب أوجه شوية نداء للأخ المتصل من السعودية قبل شوية كان يحكي على مود ال، نعم، مش حكى نصير قال قبل شوية اللي هو اللي شارك بالحملة على العراق وسقط النظام ودمر الشعب العراقي هو أول شيء هم السعودية. نعم. ايوه. وثاني شيء يعني هي الاعزاب اللي جتني ودخلت لنا من ايران وغير ايران وجت على الدبابات، هم هذول اللي سقطوا النظام ودمروا البلد ودمروا خيرات البلد، دمرونا ودمروا الناس كلها. نصير يعني المتصل هو مواطن، يعني احنا
مو مثلا مسؤول متصل علينا او مثلا حكومه، هذا موضوع الحكومات والسياسات، احنا في موضوع حلقه هذا اليوم بعيدين عنه. المتصل ان كان من السعوديه، من الكويت، من اي دوله عربيه، يكون هو مواطن وده يدلي برايه. يعني بس يعني احنا ماشي تمام تمام. نصير، انقطع الاتصال مع نصير من دياله، يقول السلام عليكم اخي العزيز، كل هؤلاء السياسيين موجودين على الساحة لهم جمهورهم الذي ينتخبهم، ولن ترى أي تغيير في العراق، لأن المرحلة المقبلة تكون بيد الميليشيات وتقوية يد إيران في العراق بصورة قانونية. في رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخي، إحنا انتخاب ما ننتخب لأن انتخبناهم، وأنهم بس قاعدين على الكراسي عبالك صنم، كل شيء ما يسوون إحنا نريد فعل زلم تقول وتطبق، مو بس خافصينا بتشذب، الله وكيلكم، أهم شيء عدهم الكراسي ما يهمهم الشعب. وشكرا ابن الناصرية. أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم أزهار. ما بقى وقت البرنامج. الله محييك. أحييك وحيي. لا لا، أنا عندي تعليق كل سريع. تفضلي. أحييك وحلي أحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. نعم. بالنسبة اللي هذول ال رجال الأعمال المقاولين. لا مو المقاولين. لا عدمن. وإنما اللي بالحكومة. السياسيين. الحكومة. السياسيين اللي بالحكومة. بيروحون للعشائر. نعم. وبينطون سيارات، كل رئيس عشيرة ينطو سيارة. نعم. معلومة دقيقة جدا جدا. نعم. يعني شوف ايش قد فاسدين هاي الحكومة، بحيث يشترون الناس بأموالهم، يشترون العشائر وأصواتهم في قسمة الدولة وقسمة الشعب. نعم. انعرفوا يا شعب، حاضروا من انتخاب. ترى إذا رحتوا إذا ما رحتوا أنتم مذيوعين مذيوعين إلى إيران وأمريكا وإسرائيل. نعم. وأنا أشكرك. شكراً مسار من بغداد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، التي تحدثنا فيها عن دور رجال الأعمال وعن المقاولين في دعم مرشحي الانتخابات المقبلة. شكراً لكم وإلى اللقاء بإذن الله.